احط دي بقى واعمل ان انا حامل. تمام، الحمد لله على السلامه يا حبيبي، وحشتني، نورت بيتك. ايه ده يا ياسمين؟ مش انا حامل؟ عملت لك مفاجأة، قلت لما تنزل تفرح بيها. انت ما رنتيش عليا ليه طيب؟ ما انا قلت افاجئك بقى يا عماد، تنزل من السفر كده وتبقى فرحان بدل ما اعرفك في التليفون وممكن تقلق عليا وتنزل وتسيب شغلك. لا مش خطر. يا احمد، يا احمد. ايوه احمد. اخويا؟ احمد اخوك. احمد اخويا هنا؟ ايوه، ما هو لقيته النهارده بيكلمني بيقول لي ان انت نازل وقال لي مفاجأة. عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة يا اخويا. ليك وحشة. طب كنت أول ما نزلت كنت كلمني، جيت قابلتك. جيت قبلك. ايوه. ليه مش انت عارف ان انا جاي؟ ما انا معرفش الميعاد اللي هتوصل فيه بالظبط، انا قلت انت هتيجي وترن عليا. لا لا، فكرة خير يا اخويا. طب تعالى تعالى اقعد استريح. لا لا لا، تعبان. انا في معايا ميعاد كده مع اصحابي كده، اروح واجي لكم تاني. انت لسه جاي يا عماد، وانت لحقت استريح طيب حتى من السفر. انت كويس؟ انا كويس. حامل؟ حامل من مين؟ لا 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 لا، ده مش صحيح، اكيد في حاجه غلط. هو اخويا ماله؟ هو انت قلت له حاجه زعلته؟ لا والله، ده انا حتى لسه قايله له خبر الحمل، قلت ان هو يفرح منه، ما اعرفش ماله، اكيد في حاجه في الشغل. يمكن. يلا معانا خير ان شاء الله. خير. انا ماشي. انا خلاص ماشي. ايه مالهم هما الاثنين؟ انا عامله نفسي تعبانه وكاني حامل. بتاعتي خانقاني وكانت مع نفسي. ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ عماد، عامل ايه؟ الحمد لله. بقولك يا دكتور، هو انا مفيش امل نخلف؟ استاذ عماد، احنا عملنا لك تحاليل اكتر من 10 مرات ومفيش امل خالص انت تخلف. طب يعني ممكن لو في علاج او اي حاجه كده، حتى لو باي فلوس؟ يا استاذ عماد، انا عارف ان الموقف وان الموضوع ده صعب عليك شويه، بس ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. انت مفيش امل انك تخلف تاني. يعني يا دكتور، ده اخر كلام؟ انا عارف يا استاذ عماد ان الموضوع صعب زي ما قلت لك، بس معلش ده قدر ربنا يعني. شكرا قوي يا دكتور. العفو. يعني انا ما بخلفش؟ امال ياسمين حامل من مين؟ انا مش مصدق. معقول؟ معقول احمد اخويا يعمل كده؟ لا 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 لا، احمد ما يعملش كده ابدا. احمد لا عمر يحطني في الموقف ده. بس هيكون من بس ما حدش بيخش بيتي ولا ياسمين بتخرج، ما فيش الا احمد بس اللي بيخش بيتي. لا، في حاجه غلط. مش عارف احمد اخويا راجع معرف ليه كده، اكيد الشغل بقى ولا حاجه. وبعدين ايه موضوع مراته اللي حامل ده؟ هو مش احمد اخويا كان بيجري في الموضوع ده وقالوا له ان انت عمرك ما هتخلف؟ والله لا، دي يا احمد جايز اراده ربنا فوق كل شيء. بس استنى، اللي انت بتخطط له كده بقالك سنين هيروح كده في لحظة، وطبعا لو خلف هيقسم معاك في كل حاجة. اتقل ياد يا احمد، كل حاجة قول لها وقتها ومصيرك تلاقي لها حل. ياسمين، الحمد لله على السلامة يا عماد. الله يسلمك. انا لسه كنت قايمة رايح عشان كنت تعبانة. هو احمد ده راح فين؟ احمد بعد ما انت مشيت هو مشي على طول. كنت فين بقى يا عماد؟ ده انت كنت لسه جاي من السفر وبعد كده خرجت على طول. ما انا قلت لك ياسمين كان معايا ميعاد كده مع اصحابي. بس خلي في علمك يا عماد انا زعلانة. ليه؟ عشان لما قلت لك خبر ان انا حامل انت ما فرحتش، ولقيتك متضايق كده وقلب وشك وسبتني ومشيت. لا. حسيت ان انت متضايق، مش فرحان بالحمد. لا لا، مش متضايق خالص، بس ضغوطات شغل، ضغوطات شغل بس مش اكتر. ربنا يعينك. بقول لك انت زمانك جاي من السفر وجعان وعايز تريح، هقوم انا اعمل لك اكل تكون انت رايح شويه. ياسمين، الفتره اللي كنت غايب فيها، كام شهر اللي كنت غايب فيهم دول، احمد اخويا كان بيجي هنا وبيسال عليك يعني؟ ايوه كان بيسال طبعا عليا، ربنا يبارك له. والله ما كانش مخليني محتاجه حاجه، كان كانك موجود واكتر. والله ربنا يبارك له، ده بيحبك جدا. خلاص انت قومي يا ياسمين. يبقى ما فيش غيره، ما فيش غير احمد هو اللي يعمل كده. احمد اخويا يعمل كده؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ طب انا عارفه ان انت هتتجنن ومش مصدق اللي في بطني، بس ماشي انا هوريك. انا هتجنن. طب اعمل ايه؟
لا ما انا برضه مش هقعد ساكت كده، انا هرن على احمد اخويا واقعد معاه وممكن اوقعه في الكلام ولا حاجه. الو ايه يا احمد انت فين؟ طب بقول لك انا عايز اقعد معاك. لا ما تجيليش البيت، عايزك كده يعني نقعد انا وانت في حته على انفراد يعني على كافيه ولا حاجه. ماشي يا احمد هجيلك دلوقتي بس متاخرش بقى. سلام. ايه يا عماد؟ ايه يا ياسمين؟ رايح فين؟ الاكل خلص حضروا لك دلوقتي؟ لا انا رايح اقابل احمد اخوي عشان عايزه. طب ما تخلينا هو يجي لنا وياكل معاك هنا بالمره. لا انا قبله بره. طب انا عايز يجي كده الحياه قربت تبان. ابتديت تفهم يا عماد واللعبه ابتدت. الدنيا جيت اهو سبقتك يا اخويا. افتحوا في موضوع ازاي مراته حامل ولا لا؟ لا 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 بس يا احمد ما تتكلمش في حاجه دلوقتي. اه ايه يا اخويا عامل ايه؟ الحمد لله. قلت انك عايزني ضروري. اه يا احمد كنت عايز اشكرك على وقفتك جنب مراتي في غيابي. يعني ايه يا اخويا اللي انت بتقوله ده؟ هو احنا في بينا الكلام ده؟ والله عيب ازعل منك كده، مفيش بينا شكر. لا انا برضه كان عشم يا اخويا. بص انا عايزك ما تشغلش بالك باي حاجه خالص، يعني بص سافر وانت مطمن، مفيش حاجه هتنقص ولا حاجه هتختلف. انا سداد يا اخويا. طب وانت يا احمد في الفتره اللي كنت غايب فيها دي، كنت انت شايف شغلك صح؟ الحمد لله. انا ربنا كرمني في الشغل وبص ما بقصرش فيه خالص يا عماد. عارف يا احمد. انت مالك كده في حاجه؟ لا مفيش حاجه، انا هستاذن انا بقى. طب استنى تشرب حاجة. لا انا بس كنت جاي عشان اشكرك يا احمد. يا عم تعب نفسك ليه بس يا اخويا؟ عيب اللي انت بتقوله ده. يلا توصي حاجة يا احمد؟ لا سلامتك. انا كده اتأكدت فعلا ده هو احمد. بقولك يا احمد. ايه يا اخويا؟ كده اقول له امرني. تعالى معايا البيت. خير في حاجة؟ لا يا راجل انا نتغدى بس ناكل لقمة مع بعض عشان انت وحشني من زمان. ماشي يا اخويا. تعال. ماشي. تعال يا احمد. تعال. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. والله يا احمد كويس انك جبته، مبسوطة والله. ليه؟ عشان يتغدى معانا يا حبيبي. عشان يتغدى معانا. اخوك اكيد هتكون فرحانة ان هو يجي يتغدى معانا يعني. لا احنا مش هنتغدى، احنا هنعمل نشرب عصير الاول يا احمد. صح؟ يا اخويا ما تتعبش نفسك. خلاص ليه؟ عشان هقوم اعمل لكم عصير. لا 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 يا حبيبتي خليك عشان الحمل والرباط. خليك بس ازاي بس وسبت البيت موجود؟ لا بقول لك ايه، عايزك تستريحي خالص عشان البيبي. طب ما تتعبوش نفسكم انتوا الاثنين واقعدوا نقعد مع بعض شويه. يا حبيبي تعبك راح، خليك بس اعمل لك العصير واجي على طول. معرفش ماله عماد مش عايز يتعبني، خايف عليا. اه كده عشان بس الفكره ان هو مش عارف برضه يعمل اي حاجه في المطبخ ولا يعرف مكان الحاجه. انا هقوم انا بدل ما يبهدل لي الدنيا برضه. هو في اللي بيحصل؟ اخويا مصمم ان انا اشرب حاجه واكل. ما كانش في داعي لكل ده ولا تغلب نفسك يا اخويا والله. يا خاين انا حسيت كنت عارف ان هو اكيد هيعمل كده، بس هو ده اللي انا عايزاه وهي دي فرصتي ولازم استغلها. انا لازم اصور كل ده. واخلص بقى مني كده يا احمد. كده يا اخويا تعمل فيا انا كده؟ ماشي. اتفضل يا اخويا. يا اخويا ما كانش في داعي تتعب نفسك. امال ياسمين راحت فين؟ هي قالت ان هي هتدخل تساعدك. تساعدني؟ لا دي هتلاقي دخلت تغير ولا حاجه. طب ما عملتش عصير لنفسك ليه؟ لا اصل لسه شارب قبل ما نتقابل كده. خد اشرب يا اخويا. ماشي تسلم ايدك. اشرب. مالك؟ مش عارف يا اخويا انا حاسس ان انا تعبان قوي. تعبان؟ ايوه. لا شويه وبعد كده هترتاح خالص. ماشي يا احمد. تعرف للدكتور يا اخويا بسرعه مش قادر. الدكتور مش هيلحقك يا احمد. بقى انت يا احمد انت اللي تخني، انا بستأمنك على بيت ومراتي. تخني اسيبك شهرين ارجع الاقي مراتي حامل منك؟ انت بتقول ايه؟ ما تقلقش مفيش حاجه من الكلام ده حصل. وياك حصلك يا رخ.
احمد الحالي يا اخويا. اوف عندك رايح فين؟ خلف عينك، انا كل حاجه مصورها لك بس مباشر، وكل اللي انت عملته في اخوك دوت كله الناس هتشوفه. ما كان لازم اعمل كده بعد اللي عملتيه انت وهو. يا خاينه خاينه، خنتك فين ان شاء الله؟ انت بتداري بلوتك فيا انا وتجيبها فيا؟ امال بطنك ده بيبقى منين لما انا ما بخلفش؟ اللي في بطني ده هوريك اللي في بطني، اهو اللي في بطني، مش ده اللي بتتكلم عليه؟ خنتك في ايه بقى؟ لكن انت كل الناس هتعرف انت عملت ايه في اخوك، وده هيوديك في 60 داهيه. اه يا شطاره، طب انت بتعملي ليه كده؟ بعمل ليه كده؟ هقول لك انا بعمل كده ليه؟ عشان اخطر اخويا. نسيت اخويا اللي عملته فيه زمان؟ اخوكي؟ هو اسلام يبقى اخوكي؟ ايوه كان اخويا، وبكده انا خدت حق اخويا، كده متخلصين. اخويا؟ يا احمد يا احمد كده هترتاح يا اخويا، انا كده خدت لك حقك.